دار الحديث بدار السلام تقدم لكم. ألا وإنكم عباد الله في شهر عظيم حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض شهر الله المحرم. قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ينبغي علينا أن نعظم ما عظم الله وأن نحقر ما حقر الله، أن نعظم هذا الشهر العظيم، أن نعظم هذه الأيام الفاضلة بألا نقع فيها في ظلم أنفسنا وظلم غيرنا. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا الشهر العظيم فيه يوم عاشوراء الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وكان يصام في الجاهلية، فهذا اليوم كان يصومه أهل الجاهلية، بل كان يصومه اليهود، كان يصومه اليهود. ولما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سأل اليهود فقالوا: هذا يوم نعظمه لأن الله عز وجل أنجى فيه موسى وقومه من فرعون وملئه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيامه. وعن عبد الله بن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، وفرض رمضان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة. يستحب لمن صام هذا اليوم أن يصوم يوم التاسع، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وهذا مخالفة لليهود، فينبغي عليكم عباد الله أن تصوموا التاسع والعاشر، وأما الحادي عشر فمن شاء صامه تبعا للتاسع والعاشر على أنه صيام 3 أيام من هذا الشهر. وأما من أراد أن يصوم الحادي عشر عملا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوما قبله أو يوما بعده، فهو حديث ضعيف لا يصح. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا ينبغي أن يصام الحادي عشر بدلا من التاسع، ولا يصام الحادي عشر بنية أنه مع يوم عاشوراء، ولكن يصام على أنه 3 أيام من كل شهر إن أراد المسلم. فيا عبد الله، سارع إلى الخيرات، أقبل على الطاعات، والله لا ينفعك يوم القيامة، يوم الحسرات، يوم قيام الموازين الحسنات والسيئات، ذلك اليوم العصيب. لا ينفعك إلا العمل الصالح، لا ينفعك إلا ما قدمته بين يديك، ما قدمته من الأعمال الصالحة. فاحذر عبد الله أن تفوتك هذه الأيام الخالية التي قال الله عز وجل فيها: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.